كاكروت، أقضي عليه من أجل شعب السياس الذين غدر بهم ومن أجل والدي ووالدك أرجوك. أخيرا لنعود إلى القتال ثانية، فقد جاء دوره. اعتمد علي وعيناه تذرفان الدموع أول مرة. لا شك أن غدره بكم كان مؤلما. ماذا حدث أيها المعلم؟ بجد مات. ماذا تقول؟ هل حقا ما تقوله أيها المعلم؟ أجل، لقد مات بجد. قضى عليه فريزر. لقد كان يده وقدمه التي يبطش بها، ولكنه قضى عليه. مات وهو يقاتل من أجل شعبه الذي غدر به فريزر. يا له من مقاتل عنيد. هل فريزر هذا قوي كل هذه القوة أيها المعلم؟ نعم، ويمكنه تدمير أي كوكب بلا جهد يذكر يا ياماكا. ما موقف جوجو؟ ما الذي سيفعله حيال ذلك أيها المعلم؟ أجل، ما الذي سيفعله؟ تهيأ للقتال، وربما يستطيع القضاء على فريزر هذا. جوجو، هيا يا جوجو. جوجو، فهمت ما قصدته يا بيجيتا. نعم، فهمته تماما. لم يكن موت شعب السانز مؤلما في نظرك بقدر ما كانت الحيلة التي لجأ إليها ذلك الخائن مؤلمة وموجعة. سأخذ جزءا من ذلك الفخر. أعدك أني سأقضي على ذلك الخائن من أجل كل شعب السانز. نعم، أعدك، سأنتقم من أجل كل من عانى بسببه. صحيح أنني تربيت على كوكب الأرض يا فريزر، ولكنني من السانز وسأنتقم لهم جميعا. سأقضي عليك بيدي هذه.